ايه ده أمينة من الرباط. ايه، السلام عليكم. لا اهلا وسهلا لله، وعليكم السلام. كده يا سيدي، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لله أمينة، مرحبا. اخبارك بخير؟ بارك انا الله فيك لله. فرحانة من شفت لي الخط مرحبا لله أمينة من الرباط. محلية على التوتر مرحبا لله أمينة. انا بغيت نعاود لك المشكل ديالي. مرحبا. المشكل ديالي هو مشكل عائلي. شحال في السن ديالك لله أمينة؟ عندي 22 عام. اسمح لي لا توتر. مرحبا بك لا أمينة، تفضل. انا عندي واحد المشكل ديالي من صغري. قلت لي عندك 21 سنة. عندي 22 سنة 22 سنة لا أمينة. من صغري وانا تنعاني فيه. باش انا ماما وبابا مطلقين. وقعوا لي في باش كنت عندي عام باش كنت عندي عام تلقوا وادي ما بابا في جي ماما. انا عايشه دابا مع ماما. من عشتي في صغرك؟ عشت مع ماما، عشت مع جداتي وادي، ولكني مع ماما. يعني كاينة معايا ماما. كانت معك طيلة المرحلة ديالك تاني، طيلة من طفولتك. كانت معايا. انا كنت ندير شي حوايج انا ما تعجبونيش، هي مثل الدعارة. اسمح لي على هذا اللفظ. هذا واقع اجتماعي. هذا واقع اجتماعي تضرني من صغري. ولفته بحال بقيت تل دابا الان تنعاني منه ومازال تيتمارس. انت مني حليتي عينيك من بعد عامين وعيتي ما لقيتيش طبعا صورة باك حداك؟ ماشي بزاف. لا حقاش كان مهاجر، كان في اوروبا، ما كانش هنايا اصلا. واخا كان هنايا جا استقر هنايا وهادي، ومن العام للعام كان يجي، كان تا هو في حالها، ما يعني ما مسوقش، ما على بالوش. انت مني حليتي عينيك اشنو، كيفاش كنتي كتشوفي حياتك في الصغر؟ واش كنتي كتشوفي مقربه بعيده، كتدخل بالنهار كتدخل بالليل، شنو كنتي كتشوفي في صغرك؟ كنت تنشوفها تتغيب، تتخليني مع جداتي وتتغيب هي، تتسافر تتهادي، وما تنشوفهاش بزاف، فهمتيني؟ ما تنشوفهاش بزاف. ودابا منين يعني درنا دارنا بوحدنا وهذا، عاد وليت تنكتشف شحال من حاجه. ومن شويه كبرت وهادي ما بقيتش تنستحمل داكشي. كنت صغيره كنت يعني واخا تنشوف داكشي على عينيا، ما كنتش يعني تنعرف اكثر من انني تكبرت. مني كنتي صغيره وكتشوفي داكشي على عينيك، واش كنتي كتشوفي داكشي على عينيك بشكل مباشر؟ كانت كتديك مع هاد وانت صغيره ولا وانت صغيره؟ انا صغيره كانت كتسافر بيك؟ قعدت بعد المرات تنشوفها، تشوف شحال من حاجات اللي ما تبغيهمش لأي بنت. أي بنت ما تبغيهاش ليها. شحال كان في السن ديالك لما كنتي كتمشي معها مرة مرة؟ باش كانت عندي 7 سنين 8 سنين. كنت نمشي معها. لحقاش كانت هي شنو عندها واحد المفهوم انها بنتها طالع عليها تشوفها يعني كيف ما هي، فهمتيني؟ تبغيها كيف ما هي. تبغيها كيف ما هي. فهمتي لدرجة وانتي هادوك الناس اللي كنتي كتشوفي مع امك في داك المحيط ديالها وفي السن ديالك ديال 7 سنين، شنو كنتي كتشوفي فيهم؟ كيفاش كانوا كيشوفوا فيك؟ هما بالعكس، هما تيخجلوا تيقولوا لها علاش تجيبي معاك بنتك، علاش هادي؟ تقول لهم لا بنتي عادي، غادي بغيت نكبرها تشوف كل شيء على عينيها. انا ما كنتش نحمل ماما، ما كنتش يعني ماما اصلا عصبيه بزاف، كانت تضربني في صغري بزاف. واخا ان يعني تدير هاد لي فوت تضربني، ما كنتش ناخذ الحنان، كنت ناخذ الحنان ديالي غير من عند جداتي.
فهمتي ما كنتش ناخد الحنان نهائيا منها، لدرجة انني دابا منين كبرت وهادي وخايف انا وياها فهمتيني، واخا تمراض واخا هادي تنقول عادي واحد عادي راه عادي، ما يعني ما كاينش واحد الحنان تنتمنى تنقول يعني ماما وهادي تنقول يعني علاش تنحن في واحد اخر، جداتي تنموت عليها تنطع عليها تمرض غير تقول غير اي ضراني هادي تنحن فيها نوض معها بالليل اي حاجه نديرها مع جداتي، لحقاش هي اللي خديت منها الحنان ديال الحنان اللي كنت باغا خديته غير من عند جداتي، ما خديته لا من عند بابا لا من عند ماما. كانت عندي خالتي وحده اخرى تتعرف هي اللي تتقيني تقول لي غير صبري دابا يدير الله خير دابا الفرج من عند الله، يعني كان عندي ايمان يعني ومازال عندها عندي ايمان بالله قوي، تنصلي صلاتي يعني تنقرا قراني مثلا يعني، وكنت كنت 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 مثلا نحملش الرجال، تقول لي شي حاجه الرجال ما نحملهاش ما نحملهاش ما نحملش شي حاجه الرجال، تنقول تنقول كيف ما تيديروا مع ماما غادي يديروا معايا حتى انا، ما تنحملهمش ما تنحملهمش فهمتيني. ولكن دابا الحمد لله بحال تأقلمت يعني من كبرت وهادي ما تعجبنيش الحال من تتهضر معاه بحال قدامي قدامي يعني وده شي الفاظ شي الفاظ شي الفاظ تقول فهمتيني بحال شي مراهق مع مراهقة حبيبة وهادي فهمتيني، اسمح لي على الالفاظ اللي غادي نقول لك يعني هذا واقع اللي تنعيش وصار بغيت نشاركه معك بغيت تلقى غير شي حل غير في ذاك ذاك النار اللي فيها جاتني جاتني في أقرب الناس ليا يعني امك ما عندك ما غادي دير يعني ما عندك باش تبدلها واش فهمتيني، لدرجة انني ركبت في واحد الاعصاب مع هي تتغوت بزاف وتتنهار بزاف انا يا وليت تنغوت معاها واش فهمتي، لدرجة انني دابا منين 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 عرفت واحد السيد دابا يا شي 3 سنين هادي منين عرفت واحد السيد وعطاني واحد الحنان بزاف وان شاء الله هاد العام هذا يعني يكون شي حاجه واحد الحلال بيناتنا عاد وليت تنتاقلم مع الوضع تنقول ولا واخا هو ما فراسو حتى حاجه ما فراسو حتى شي حاجه من هاد الشيء كامل، ماما يعني هي ظرف انها خدامه خدمه ديال الليل وهادي تيسقسني عليها تيقول لي فين يا ماماك ماما اش كنت تهضري على راحتك وهذيك فين يا ماما، كنقول لها خدامه يعني هذا هو باش نسلك راسي معاه فهمتيني، لكن ما يمكنش تقول قدر الزمان هذا يقدر يعايرك بيها يقدر شحال من حاجه، خليني غير انا اللي صابره تشوف شحال من حاجه بعد المره تصعيط ليا بالليل بالليل تكون شي سهرات ولا شي حاجه تصعيط ليا بالليل تكون سكرانه سكرانة تتهضر معايا تتقول لي بنتي نموت عليك تنقطع عليك تنحماق عليك ما بغيتش شي واحد يديك مني انا غير صبري يا بنتي انا هادشي هو هادشي هو المكتب عليا، تنقول لها علاش ماما واش انت خاصك شي حاجه ما خاصك حتى شي حاجه، الحمد لله عندها كونت في لابونك يتمنى اي شيء اي واحد، ولكن تنقول تنقول ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش خايفه من الله، تنقول هذاك الماكله اللي تناكل تنقول تتخلط الحلال مع الحرام فهمتيني، تتخلط الحلال مع الحرام درت انها خدامه ما تنعرف دوك الفلوس واش خدامه واش داكشي اللي تناكل ما تنعرفوش واش حلال ولا حرام واش فهمتيني. انا سمعتك لا استوعبت كلامك لا استوعبت استوعبت واحد والوالد ديالي حتى هو بعض المرات كانوا من العام للعام تيجي كانت كنطلق منها كانت من العام للعام يجي تمشي ونسافر وهادي دخلتها هو بنت عليا للدار راه سبحان الله شتي انا مصطفى ما كنتش يعني ربي الحمد لله وتنشكره وتنحمد لله ما انتحرتش شحال هادي ربي ربي تيبغيني والحمد لله عندي واحد جداتي وعندي واحد خالاتي هما اللي تيربيو فيا داك داك الخوف من الله هو القدوة بالنسبة لي بزاف بزاف تنقول وحق الله العظيم تنصلي تنقول يا ربي تعفو عليها يا ربي تهديها
مرات انني ما تلقاها لا من بابا ولا من ماما. ماما يعني بعد المرة يعني رمك تتحن فيك ايه راه تتحن ولكن داك الشيء راه ما تنبغيش ما تنبغيش. وانت في صغرك ما كنتيش كتشوفي جدك مثلا تترفض هذيك الام مثلا ولا كترفض داك الشيء اللي كدير ولا شي صدام بينها وبين بنتها ولا تيكون داك الصدام بينها وبينها ولكن هي ماما طاغيه تتغوت بزاف تقولها ماشي سوقك فيا ماشي هادي فهمتيني تقول لها ماشي فوق تقول لها بنتي دبري راسك شنو نقول لك ماما مجهده بزاف واقفه واقفه بزاف مجهده بزاف تنقول لها غادي تكبر غادي تكبر شي شويه غادي تعرفني انني يعني كبرت وهادي غادي يعني غادي تحبس هي دابا هي دابا ولا عندها واحد فيكس واحد ولي كاين عندها دابا ولي تمشي لعندو هاد قلت لها ماما تزوجي بيا علاش اللي بحال هكا هو مزوج على برا قلت لي ما يمكنش لي هي ولفات عليه قلت لها هو تزوجو واخا تزوجو غير هنايا راه ماشي اشكال واش السي مصطفى الا كان مزوج في برا واش ما يقدرش يتزوج هنايا قلت لها ديري غير حلالك ديري غير حلالك ديري شي حاجه دابا في هذا الوضع انا دابا في الدار بوحديتي وهي هي ما كايناش مشات لعندنا انا عاد دابا هي تنهضر معاك وكلي تنترعد وحق الله العظيم نعم درف واحد المره ما عمرها تنسى لي راه هادشي غير تنساه انا يا اللي ما عمرني تنسى لي واحد الظرف ديال انني كنت صافي كفرت وبغيت نمشي عند بابا صافي طلع لي هادشي في راسي ومين مشيت عند بابا كنت غادي يعني انا عارفه غادي يتزوج وغادي اش من عمر كان عندك ديك الساعات؟ كانت عندي شي هكاك شي 17 عام. اها. عارفه غادي يتزوج وهادي كان هو في دار نسابو وهادي ويقول لي وشافني دخلت لعندو بحال ما حملنيش بحال ما فهمتش. اها. صافي انا جلس صافي ميم با 5 مينوت ميم با 5 مينوت ويقول لي نوضي. من نص حالي من نص قال لي اجي هبطي من هبطت وهذه طلعت معاه في الطوموبيل قال لي علاش جيتي قول لي علاش جايه عندي شو بغيتي عندي عرفتي دابا تنترعد بزاف واش كان خايف من ان امك تكون صيفطاتك واش كان خايف من شي نفاقه ولا توصل ليها الهضره قال لك توصل ليها الهضره تجيب لي شي سحور من عندها انا ما قال لي انا ما عندي بنات هو اصلا يعني شويه ما تا هو ما عندوش الكبده بزاف عندي انا خوتي من بابا ولكن كاملين عايشين على برا هذوك تا هما يعني هذوك فاقدين يعني كاملين مزوجين وهادي ما يعني عايشين حياتهم ما مسوقينش ليه كاع امك هي الثانيه في حياته هي الثانيه اها صافي قال لي ما عندي ما ندير بك ما تبقايش تجي لعندي واخا هكاك اسي مصطفى واخا دار معايا هادشي هذا الشيء كوما كانش جابني طول الدرك راني ما عرفتش فين مشيت واخا يعني دار معايا هاد الوجهات 3 ايام قسما بالله يا سي مصطفى مان با 3 ايام عيطت ليه انا بابا راه واخا جري عليا بابا راه انايا بنتك وتبقى ديما بابا راه ما عندي لين عليك انت يا بابا وماما ما عندي لين عليكم انا كيف ما انني وصلت لهذا الموقف هذا وتحطيت في هاد لا فامي هادي اللي ما ليها لا اساس لا راس انا الحمد لله يقدر هذا يكون غير ابتلاء من عند الله وتيشوف ربي تيصف مكتوبه لي تنشوف الحل اللي غادي نوصل ليه ما كرهتش انا ربي عودني غير في المستقبل نعيش هانيه ونعيش بالحلال ولا صداع لا حتى شي حاجه ما بقيتش قادره على الصداع صور هادي ما بقيتش نقدر على الصداع ما بقيتش نقدر على شي حاجه ميتها تهضر في التليفون قدامي تبقى تخرج ما بقيتش نستحمل قسما بالله صافي وقفت ليا طوب صافي ما بقيتش تنقدر نهائيا قسما بالله يا سي مصطفى عرفتي راه عندي صاحبتي وحده هي اللي عاودت لها هذا الشيء هذا يعني 10 ديال 10 سنين وهذا تتقول لي اختي انت
راه سبحان الله اللي صابر على هذا الموقف هذا وهادشي. قالت لي راه الناس ما عندهم حتى شي مشاكل من هادشي هذا كامل. يعني انت من صغرك؟ انا من صغري من صغري السي مصطفى عارفه ماما تشرب، عارفه ماما عارفه ماما تخرج للدار، عارفه ماما شحال من حاجه من صغري، يعني من صغري. وما كنتش نتعاطف معاها نهائيا، واخا يعني الا كنت نتعاطف معاها غير لحق تغوت يعني خوفا منها، يعني خوف ماشي عاطف عليها ولا مريقه عليها، خوف منها غير خوف منها. دابا منين كبرت وهادي وليت عايشه غير انا وياها درجه انني نسيت ما قلتلكش واحد الحاجه، درجه انها استنطفى حتى واحد المره اللي فرقعت عليها صافي فرقعت عليها باش ما بقاتش، درجه انها من جات للدار بوحدها ولا تدخل عليا الرجال للدار وتقول لي طلعي للسطح طلعي للسطح ولا سيري لشي بلاصه فيها شي دار ولا سيري لشي بلاصه وخرج صوني عليكم عمي واحد المره بس صافي وصلت لي العدم وصورت جيب بنات جيب وصفح مساولة هادي ما عندها فين تبعت هي وداك داك شي داك اللي جاي معاها وتجيبهم لعندي وتاخد الباي ديالها تاخد الفلوس هي وتخليني انا مخفية في واحد البيت وهما هي برا. كيغادي ندير هاد البنت تعيش؟ كيغادي ندير هاد البنت تكون يعني طلعها بهاد النمو هذا؟ كيغادي تكون؟ كيغادي تكون اسي مصطفى؟ صور واحد المرة والله ما يعقل، صور انا هي ناعسة في الصالة وانا ناعسة مع 8 الصباح مع 8 الصباح ما يعقل بهادشي الرجال وبهادشي حوايج نارية سبحان الله. من دخلت انا بناسة يوم دخلت واحد البيت انا جنجم شكر الحوائيز سمعت يا واحد البيت نسمع كل شيء على ودني ودير راسي بحال راني ناسة. كنتي صغيرة؟ لا ماليش انا لا ماشي صغيرة هذا ما باش تخوازون عادي يعني غير باش كانت عندي 19 عام ما تتحترمنيش نهائيا ما تتحترمنيش بس هذه ام مصطفى حتى هي مسبقا تشوف اللي كتشوف تقول انا بنتي خصها تبغيني كما انا كما انا وتتقول لك هذيك الماكله اللي تتاكلي يعني لا انا 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 دفنت شبابي عليك تتقول لي تقولي انا دفنت شبابي عليك وانايا ما غاديش انا واخا نبيع الحمي انت ما يقيسك ليا حتى شي واحد واش فهمتي انا نتباع ونتسرى ونجيب لك ما تاكلي ولكن انا ما باغاش بحال هكا سي مصطفى انا ما باغاش بحال هكا انا بغيت يعني واخا انت غتضرب الزفاف وتجيب لي غير ريال ولا انا نضرب على الزفاف ونجيب غير الدم ولا نجيب وتبقى ديك الام وناكلها حلال طيبه وتبقى ديك الام وتبقى ديك الام الطاهره بالنسبه لي الطاهره هادشي هو اللي باغا يا سي مصطفى وحق الله العظيم هادشي هو اللي باغا انا بغيت يعني ما باغاش اني نعيش شي حاجه انا كلشي موجود دابا عندي كلشي اللي بغيت كاين ولكن انا ما باغاش انا بحال هكا انا ما باغي المصدر ديال داك المال باغا يكون طاهر والله العظيم صور منين قالت لي من مشى داك السيد وجات هي وبلا شوف سبحان الله ما تم ما فهمتش شي بغات يجيبي الخبز عادي الخبز مسطرة عادي انا طالة عادي بحال بحال انا راني ناعسة ولا ما نعرف واش حنايا عندنا دار فيها 60 متر واش ما نسمع انا حتى شي حاجه ما غادي نعاقب حتى شي حاجه ما غادي نعرف واش اللي داخل ولا اللي خارج واش ما نعرفهاش بالصفه من هذيك قلت لها انا
صافي صافي وصلت لي عطيتني وصلت البطانيه وثاني بكيت النهار تنهار عطيتني تنهار من عرات لي على وجهي قلت لي قلت لها صافي ما شعرتش شنو نقول لها ضربي عليا تنهار ما بغيتش نبقى نشوفك بحال هكا دابا حتى الجدوى ديال باش تمشي تشوف واحد سيكوثيرابيست ولا شي حاجه وانت عايشه معها ما غتكون عندها حتى شي جدوى لانه كتشوفي داك الشيء على عينيك يمكن في مرات كثيره يا في الدار يا برا الدار يا غير التصرفات ديالها يا غير مع عدم وجودها في حياتك بعدا راه حتى هذا ما يعني هي معاك وما معاكش حتى هذا شي حوايج اللي كيولي هذاك الامكانيه العلاج وداك الشيء ما كتعطي حتى شي فاعليه لا حقيتاش انت عايشه في وسط هذاك المحيط للاسف الشديده بحال تدخوي الماء في الرمله هذا هو الواقع شحال من مره طلقت من فمي بالله مصطفى الى دابا الان دابا انا يا عندي الباك ديالي وعندي الدبلوم ديالي مازال ما يسترش لي الله في شي خدمه ولا هادي دابا جالسه غير في الدار صور والله العظيم الى اللقمه تنجيب على تلفمه نطيب نسيق نشفف نلقى الدار انا اللي هزه الدار ثمن فلوسها انا اللي نجمعهم ليها هي ايه تتبغيني ماشي ما تتبغينيش راه ما كاينش شي واحد ما تيبغيش ولكني تحترمني ما تتحترمنيش نهائيا يا سي مصطفى شي الفاظ تتهضر مع الناس شي غوت شي عاد تقولي لا تدوزي تعيشي معايا واش انا غادي نتزوج ونعيش معاك في ذاك المحيط في ذاك السيد هذا شحال قدات السيد هذا ما غاديش يكتشف شي حاجه في ذاك المحيط ديالها هذا نوع من التملك ماشي بغيان يعني ماشي حب شي حب على كل حال واخا انها يعني فهاد منين فرقعت ديك الرمانه ديك المره مين بقيت تنغوت وهادي ما بقاتش تجيب لي رجال للدار ايه سيري عمي بحرك ولكني برا ماشي قدامي يا على كل حال شفتي بقى الوضع هو غير هذاك عنده مؤثرات حيت كتشوفيه وهذاك الشيء ما كتشوفيهش ولكن كيف ما كان الحال هي الصوره ديال امك
كقدوة بالنسبة لك ما كتشوفيهاش وما كتشوفيش انت كشابة بعدا انك كتشقي الطريق ديالك والمحيط ديالك الصغير ماشي بالنسبة لراجلك اللي جاي يمكن ولا لحياتك قدوة بالنسبة لك. صح واخا انه ربي يعني عطاني واحد ولد الناس لا يعمر هضر انا شويه غنكون معك. انا بعدا واحد حاجه غنقولها لك بزاف الاخوان انا معنا في فيسبوك تيقولوا لي باللي الحاجه الوحيده اللي زعما عند هذه الاخت هي القوه ديال الايمان ديالها واليقين ديالها لحقيتاش هي داك الشيء شافته وعاشت فيه ومع ذلك ما زلقاتش ما اختارتش هذا الاختيار ما تيقولوها لي خالاتي تيقولها لي شحال من واحد تيقولها لي شحال من واحد تيقول لي انك عايشه في ذاك الوضع وما درتي حتى شي حاجه ما انحرفتي ما مشيتي حتى شي بلاصه ولكن عندي واحد خالتي كانت القدوه لك جدك وخالتك جدك وخالتك قووا فيك هذاك الايمان حتى هاد الناس لاحظوها حتى الناس الاخوان في فيسبوك لاحظوا هذه القضيه والصبر ديالك بزاف الصبر يعني حتى واحد المرات راه عرفتي دابا هي ماشي يعني تدير دوك الفحايل وتسكت وتطلب السماحه لا تتقول لك لا انت منين كبروا لك دوك الركابي حالك تقول لك منين جبتي دوك الفلوس منين تنوكلك منين وراه انت حق عليا راه انت امي علاش تولديني اصلا من الاول الا كنتي ما غاديش تكلفي بيا وعلاش اصلا في الاول تزوجتي في ذاك السيد الا كنتي ما غاديش تساوي راه مكتب الله ذاك الشيء ولكني ما تحملينيش انا الخطا ديالكم انتم بجوج تحملوا لي انا يا انا مالي واش فهمتي نعم درجه انني راه الى بديت تنعاود فحال هكا راه يقدر شي واحد من العائله ولا هادي يعرفوا حنا بالعكس حنا بغيناهم يلتحموا معانا هذيك العائله ديالك اختي يعني ماما بالعكس الى التحموا معاها إيه راه هما غادي يتعاطفوا معايا ولكن الا سقت ماما الخبر ويلي فين غادي تولي ماشي غادي تقول لك لا بنتي هزه في قلبها ولا لا تقول لك بنتي وعلاش تدير فيا هذا الشيء واش فهمتي انا على من داير هذا الشيء على من تندير هذا الشيء هي كتحط مبررات لذاك الشيء بالنسبه ليها انت هي بالنسبه لك انت ما خصكش تدوي لانك كابره ومكبره كتافك انت ما خصكش تدوي لانني كان ما كنخليش اللي قيسك وكنتلاح في العافيه عليك هادشي دي الفكره ديالها هي هادي هي الفكره ديالها وما تحيدهاش لا من عقلها هي فيها تندير لها حتى درجه انها ما يعني دير لها شي حديث قراني ولا شي حديث هكا ديال شي مقرا ولا ديال شي شيخ ولا هادي ما تبغيش تقول قلبي عليا لا صافي قلبي لا وتتقول لك انها ايمانها بالله قوية نهار الجمعة تصدق تتصايب هادي هي قلبها بيد تتوقف مع الناس تتصايب مع الناس انا الى مرض تتموت عليا يعني ما تتعرفش فيها كيفاش دير لك تلقى فيها ولكني داك التراكم من كبرت عاد اكتشفت شحال من حاجه عاد وليت ترجع فين تلور لا انا بغيتك عافاك امينه ترجعي معايا فعلا هاد الشريط اللور شنو هما الصور اللي بالنسبه لك منقوشين في راسك هي منين تديني معاها هي منين تديني معاها وهي منين راه مثلا تعصب من هاد المرحلة هي ملي تكون تدير مع شي واحد يجي لعندها الدار تقول لي سير خرزي سيري عند جداتك ولا سيري للصباح ولا سيري هذيك تتقتلني تتحطمني واش فهمتي واش كتشوفيها بالنسبة لك هذاك الشخص هو بالنسبة ليها كياخذ بلاصتك شنو هي الفكرة اللي كتجيك لراسك؟ لا ماشي على بلاصتي ولا على هذه لا كتاخذ بلاصتك كأم ما تنحملوش يقرب ليا ما تنحملوش يقرب ليا ما تنحملوش يعني ينعش ما بغيتش ما عرفت كيفاش نعبر لك فما درجة أنني ما بقيتش نحمل شي حاجة سميتها الرجال ما بقيتش نحملها مش فهمتي بابا تنموت عليه ماما تعيا تنموت عليه ولكني ما فتحت
اكثر من شباب عزيز عليا، ولكن ما عليش ديك الكبده ديال بنتي بقى يسول فيها، بنتي بقى يسخطي فيها، وشنو خاصها؟ خاصها شي حاجه تحت هذا العائق تا هو كاين لحقاش بابا تا هو ما مكلفش بيا بجميع المتطلبات ديالي. واش فهمتي؟ تعطيك ديك 500 درهم في الشهر، شنو هي 500 درهم في الشهر سي مصطفى؟ تيقول لك انك انت عندك 22 عام، راني غير بليزير مني تنزيد باقي تنعطيك ديك النفقه ديالك، اما انت 18 عام صافي راه تتحبس عندك. صور عادي هكا كيشوف. ومنين واحد المره مرض 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 يعني ديال تريتمون ديال سي موا، من مرضت وعادي ما جاش طلع عليا، ما جاش سول فيا، كنت مريضه نيت محتاجه لي انا. نعيط لي تنقول ليها فين وصلت حالتي، فين وصلت حالتي ابابا؟ مالك ما تتقش فيا بابا؟ واخا نمشي للقبر وما تسولش فيا، علاش ما تسولش فيا؟ يعني ما تلقاش داك الجانب تا هو ديال الابوه، وداك الجانب الحسي ديال الابوه ولا هادي ما تلقاش تا هو. تا هو بعاد مني، تا هو طايش، تا هو مني تزوج عاد ما بقاش كاع تيعيط ولا يسقسي، انا تنعيط انا تنسول. واش فهمتي؟ نعم. لدرجة أنه واحد المرة لقاني غير مع دابا أنا وياها كنا في واحد العرس، وجينا مع 4 الصباح جينا للاكار، جينا للاكار وكانوا معنا واحد ولاد عمها، ولاد عمها ماما وشي ولد عمي شافني عنده الطاكسي وهادي شافنا، فهمتيني؟ من شافنا مشى لوصل لماما، قال لها راه وصل لبابا، قال لي راه شفت فلانه وفلانه معاهم جوج رجال. تصور هادي يا سي مصطفى، ما تعرفت تجيك من هنا ولا تجيك من هنايا. تعيط ليا، ماشي تعيط ليا هو، تعيط لي انا غير باش نسول فيه غير كي داير لاباس عليك. تيقول لي وصلوا لك الهضره، شكون هذا اللي وصل ليا الهضره؟ تيقول لي واش فهمتي شنو دايره؟ قلت لي شنو درت؟ يقول لي شنو درت؟ قال لي فين كنتي؟ نهار فلان فلاني في ديك البلاصه الفلان فلانيه. اها انا نهار انا نسيت على داك النهار لحقاش داز في عليه بيريود كبيره. اها علاش انا نهار تتهضر؟ قال لي على داك شنو كنتي تديري مع دوك زوج رجال وانت امك، وهادي امك واحد وانت واحد. قلت له لا بابا ما نسيتش لك تقول لي بحال هكاك. انا ما عرفتش حاجه، ما عرفتي امي ما عرفتي ليك. واش انا غادي الا كنت غادي نخرج لذاك الميدان غادي نجلس في الدار ونجلس تنقلب على خدمه وباغي غير نحمل؟ انا راه تعقدني من شحال هادي، عاد غادي نخرج ليه؟ وغتقلبي عليه هو نيت كاع؟ انا نقلب عليه وانا نقلب على با اصلا. قلت له شكرا بزاف بابا، شكرا بزاف. قال لي وبقاي مسبع هذيك امك على هكا، قال لي بقاي مسبع هذيك امك، زعما راه انت راكي واعيه وقاريه وغادا مسبع هذيك امك، راه غادي تخرجك في الهاويه. قلت لي امو هذيك امي، واخا تندافع على امو، قلت لي هذيك امي راه ما مخليانيش نبقى، وبعد يعني وماليه فيا وما مخلياني مخصوصه من حتى شي حاجه. قال لي قلت لي راه هادشي راه ما كاينش، قلت لي راه كنا غير في عرس وهادي وتنفسر ليه. قال لي شوفي داك الكذوب ديالك وداك الشيء ما عندي ما ندير به، صافي ما بغيتيش تفهمي راسك دبري راسك. ويقطع عليا السي مصطفى، ويقطع عليا، حتى خلاني غادي النهار حتى كنت غير تندير غير سبور في هذا في فلاكوت، وهضرت معاه صافي طاح لي في بالي وانا نعيط له. قلت صافي ساليت سبور ديالي وجلست، قلت والله تنعيط لبابا نشوفو شنو عنده، هادي كي داير لاباس عليه وهادي. تصدمني بديك الهضره اللي قال لي، صافي تجرحني في كرامتي. واخا هكاك، واخا هادشي تيرا غير مؤخرا هادشي، واخا هكاك دابا غير السيمانه اللي فاتت عيطت ليه. قلت لي كيداير بابا لاباس عليك؟ هاني انت امورك مزيانه، صحيحتك لاباس لاباس لاباس، الحمد لله الحمد لله. صافي قلت لي سلام عليك، انا عيطت لك باش نسول فيك، صافي هادشي اللي كاين. ما عاودتش هو جبد معايا شي هضره ولا شي كلام، وتيعيط لختي اللي في برا، تيقول لها تيصيفط، ماشي تيهضر مع اختي، تيصيفط عمامي تيقول مع كاينين في برا، تيصيفطهم تيقول لهم قول لفلانه تهضر مع اختها، تقول لها تجمع راسها ما تبقاش ديها فما، تقول لها تجمع راسها. ولات انتشرت الهضره برا، انتشرت الهضره
راه مع الاخر شي تيقول لك غير زوجاتها، شي تيقول لك غير جلست مع باها، شي تيقول لك جلست مع باها. ما عمرك مشيتي راس فراس عند باك وواجهتيه قلتي ليه شوفي الا كنتي كتشوف انت على امي هذيك الصوره السلبيه، انا راه ماشي ديك البنت اللي كتعرف، وتحاولي بهذا الصبر اللي عطيك وبهذا الايمان اللي عطيك وبهذا اليقين اللي له يعني الله لهمك ليه، تاكدي له باللي يمكن جزء من ترابي جداك باش تكوني معها صريحه، جزء من ترابي جداك وخالتك هما اللي خلاوك راكي قابطه الطريق، وانت بغي وانت زعما تبيني له بانك يزول من باله هذاك الشيء اللي كيدور له في راسه. لا هو عارفني شتنسوى، فهمتي؟ هو عارفني شتنسوى، عارفني ربتني غير جداتي، عارفني انني انا ما عرفتش، انا واقيلا عارفني هو انني انا ما علمتش على ماما شنو تدير، فهمتيني؟ ما عرفت شي حاجه درجة انها هي درجة انها هي تتبغيه، درجة انها تتمشي مع صحابه عم سي مصطفى باش يقولوا ليها اخباره. صور هذه سي مصطفى هذه نسيت هذه خاصني قلت عاودي عليها هي دابا عاد في الهد. صور عادي تمشي مع صحابه وردتني انا ليا اللومه، وكنت انا صغيره، كانت عندي هكاك شي سنين هادشي تشي تنهضر لك فاش كنت صغيره. كان هو تيقول ليا هو كان تيشتني تيقول ليا ماماك شنو تدير، ماماك فين هادي، انا كنت بريئه ما كنتش نعرف. كنت قلت لها ماما راه واحد النهاريات راه شفتها مع فلان صاحبه. واش فهمتي؟ وجا داك صاحبه من 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 الدبز مع داك بابا الدبز مع داك صاحبه مشى عنده قال لي واش بينك وبين مرتي وهادي وهادي. من هادي داك صاحبه مشى عند ماما قالها ليها، ماما عطاتني قتله دلعصا قالت لي انت هي سبابي، انت هي هادي، كان باباك غادي يرجعني، كان باباك هادي. قلت لها ماما بابا ما عمره ما فكر فيك انه يرجعك، كون بغى يرجعك راه يرجعك شحال هادي من هنا 16 عام وانتم مطلقين كان غادي يرجعك. هو اصلا كنت تحاورت معاه وهدرت معاه، قلت له بابا علاش ما تجمعناش وهادي وترجعنا، كان قبل ما يتزوج بهاد السيده هادي، علاش ما ترجعش ماما وتجمعنا وتهنيني حتى انايا. قال لي صوفيا انا راه ماشي اوف، قلت سميتي ماشي مشكل. قال لي انا راه ماشي قال لي انا راه ماشي غير جيت طلقت امك. ماشي غير جيت طلقت، هو ماشي يعني طلقها بسبب هذا الشيء هذا، لا طلقها لسبب واحد اخرين. اسباب واحد اخرين يعني غير لحقاش كنا حنا اصلا عايشين في برا. ما كنتش هنايك انا اصلا زايده في برا، فهمتيني؟ غير لحقاش ضربها واحد الورا غير طرفها، وهذيك هي كان فيها الغوات. انا غير اللي قالت لي جداتي قالت لي مع فيها الغوات وهادي وتتوصلوا حتى الباب نقير وهادي صافي طرشها وهي تهبط عند شي وحده نصرانيه وهادي قالت لها قالت لها سيري ديكلاري. شتي دابا انا بغيت نسولك زعما لانه كيبان دابا هاد الجواج اللي انت دابا ما عرفتش كتفكري فيه ولا كتشوفي هذا الشخص على اعتبارنا، واصلا كاين الحرج بينك وبين هذا الشخص، تيسولك بزاف على ما كاين مجموعه ديال الحوايج شي شويه اللي كتخلي الان مرحله الزواج بالنسبه لك مرحله ماشي جوهريه بزاف. لحقيتاش انت دابا مقصحه نفسيا، عندك طاقه زايده انك باغيه تنقدي امك وباغيها ما تكونش شي حاجه اللي قبيحه، وباغيه عندك واحد الطاقه زائده بزاف. علاش ما تفكرش تلغي حاليا فكره الزواج باش ما تكونيش ديك المراه اللي كتقلب على راجل بحال الا كتقلب على صوره اب؟ علاش ما تفكرش تخلي شويه هذه الفكره ديال الزواج وهاد الطاقة الزايدة اللي عندك باش تعتقي امك؟ يمكن شتي الا بقيتي تابعة امك اتمرتي راسك، عرفتي علاش؟ شي واحد بحال هزة شي حجرة صخرة ثقيلة وطالعة بها لقرون الجبل. صح يلا هتبغي توصل للقمة وزلق الحجرة ويمكن تزلقي معها تنتي وتصبحي في الهوية.
انا ماشي كنقول لك هنا في هذه الحاله بانك غتولي بحال امك، لا غتولي تابع امك، يمكن ربما الله يستر تقدري تقدمي في العمر وتقدري ما تكوني درتي في حياتك حتى حاجه. علاش هاد الفرصه دابا اللي عندك فيها الدبلوم ما تخليك تقلبي على ستاج؟ علاش علاش ستاجي كنت ستاجي عاد حبست. مزيان، حاجه ايجابيه، حاجه ايجابيه. ما توقفيش. يقدر الله سبحانه وتعالى يستر عليك فواحد الرزق اللي هو مزيان، يقدر يخليك تستقلي بحياتك كاع على هاد المتاعب، وعلاش لا وبهذيك الخدمه تقدر ممكن تخرجي المحيط اللي انت فيه، تقدري بعدا تعتقي راسك، تقدري تنقدي ربما هاد الام من الوضع اللي فيه، واخا هاد القضيه هادي كتبقى احتمال عندو يقدر يكون راه هادشي علاش حنا دابا ولا هاد فهاد البيريود هادي ما عرفتني باغا غادي نتزوج. حنا ما غاديش نتزوج دابا، غير هي طلعك الصيف الجاي ولا هادي. من عرفتني ولات تقول لي الصيف الجاي تخدمي الصيف الجاي بيني وبينك دابا راه شهر واحد الصيف الجاي راه والو 6 شهور. انا كنقول لك زعما علاش ما تفكريش، شوف حاولي تفهمي الفكره ديالي، علاش ما تفكريش تاجلي مرحله؟ بغيت نهرب، وراه هذه هي المصيبه الكبيره. بغيت نهرب. أتولي بحال داك أتولي خفيفه الرجلين، تقلبي على واحد الجوار باش تعتقي راسك باش تخرجي من داك الوسط، وهذه راه مشكل. لا حقاش السي مصطفى، انا ماشي غير جيت وبغيت نتزوج. انا مش تنقول لك ما تجوج هذاك شغلك، غير وكان تنقول لك تنقول لك انا علاش ما تفكريش تاجلي هذه فكره الزواج؟ علاش؟ باش ما تكونيش ديك المراه اللي كتقلب على صوره اب في الراجل ديالك، لان الزواج هذا راه ماشي واحد تيحن فيك ومسكينه وتتعاني من هذا الوسط ويشدك ويطبطب عليك. يا الزواج هذا الشيء راه يقدروا يقولوا لك اليوم الزواج غدا مني تجوجي راه حاجه اخرى، الشريفه تحملي مسؤوليتك قال نبقى نايت نحن فيك. الشريفه هاد رهيله مشات غير مو ولا شي واحد في المحيط ديال الاسره ديالو جبد امك بشي حاجه، يمكن تولي في الاخذ والرد. انا كنقول لك علاش ما تفكريش تاجلي هاد الفكره ديال الزواج وشويه حاولي تخدمي على راسك، ماشي تخدمي زعما العمل، خدمي شويه على راسك. وقول انا راسي اجي هاد الايامات هادي السنوات كامله شويه اللي عطيت لامي الحق باش كنشوفها كتكدر راسها، لانه في نهايه المطاف اختي راه لا تزير وزيره وزر اخرى. راه لا تزير وزير، هي بالعكس هي مسؤوله عليك، ولكن انت ما مسؤولاش عليها. انت ما مسؤولاش عليها، انت واحد البنت المفروض تكوني عشتي تحت الرعايه ديالها في ظروف اللي مزيانه، ولكن الحمد لله الطف الله كانت بك، لانه كانوا معك خالاتك وكانت معك جدك، وهذه حاجه الحمد لله اللي ايجابيه بزاف. علاش ما تحاولش دابا تخدم على راسك شويه وتفكر تقول مع راسي اجي راسي نحسب شحال ديال الايجابيات درت في حياتي، قريت عندي ديبلوم وصلت لهذه المرحله في السن ديالي ما درتش شي حاجه قبيحه، هادو ثلاثه ديال الحوايج مزيانين، واجي نشوف بزاف ديال السلبيات في هذه العلاقه بيني وبين امي اللي شفتهم، وتحصي عدد الايجابيات والسلبيات وغتقيمي غدير واحد النظره القيمه الاعتباريه، شنو هي الكفه الثقيله، شنو هي الميزان الثقيل اللي كتشوفي فيه راسك امنه من الرباط، غدا تكوني بصوره حسن ماشي باش يشفق عليك شي واحد. الفكره اللي بغيت نوصل لك ما تبناش الزواج ديالك لان واحد شافق عليك، حيت شي واحد كيحترمك وكيبغيك، وهذه القضيه ما يمكن تكون الا بالمقدوره ديالك على انك ان شاء الله تنتي تثبتي الذات ديالك. حنا بغيناك مراه تكون بعدا ما معوله على راسها، معوله على راسها قبل ما تكون معوله على انها تبني واحد المشوار ديال الحياه مع واحد الراجل تقدر تختاره. اسمح لي ان نقاطعك. مرحبا. هاد الهضره اللي قلتي كامله انا عندي في دماغي. اييه عندي في دماغي، ولكني مازال ما لقيتش شي وظيفه. مازال انا عييت بداك ستاج ماشي اونبوش. ماشي مشكل. داك ستاج ديال فابور غير انني باش انني ماشي نبقى مشكل نبقى نقول لما نبقى نقول لها عطيني ديك 10 درهم ماشي مشكل. ستاج يعني ما بقيتش ماشي مشكل، لانه في نهايه المطاف اللي صعيب واللي عسير على بزاف الناس اللي كيتكونوا دابا تياخذوا ديبلوم ديالهم
وانك انت كتعرفي بلي العالم الان متغير، لا في النظام المعلوماتي ولا في بزاف ديال في التسيير ولا في مجال الاقتصاد ولا في بزاف الحوايج ولا في النظام ديال المحاسبه ولا بزاف الحوايج، كاين متغيرات كثيره تطرى في الحياه. داك الشيء تبقى مواكبه، داك الشيء اللي قريتي تبقاي مواكبه، وما يمكن لك تواكبيه الا بكثره لي ستاج ديالك باش تبقاي شاده الريتم والايقاع، باش ما يوليش هذاك الدبلوم ديالك فقط في واحد البلاصه يمكن لك تحطيه وصافي. انا كنتمنى ان شاء الله بحول الله نشوفك بصوره احسن، والحمد لله اللي كانت ترى بك بالقدوه في الناس اللي الحمد لله رباوك اليوم خالاتك والجده ديالك. شكرا لك بزاف امينه من الرباط على التواصل ديالك. شكرا لك صديقتنا الفاضله امينه من الرباط، السن ديالها يقارب 23 سنه، وحنا سيدي صدتي على هذا الامتداد.